وصل سرحاني من جفاك تسقاني، كيف نبقى حيران وانتي مثلي يا رفيع غزال فاطمة، أمناتي والحب والهوى والعشق ونظرات من حالة الصباح ضايع قمر كل واحد دار القمر وجدتي يضحى بسمو مع سهمو يطعن ويزيد بالجراح عداني بغراض هاد الدامي غير ملكت عقلي بجمالها وغلقت عنواب ما حماها ارحمي يا لا عقل ترحمي من شفاها تشقاني كيف نبقى حيران ونجلي نجلي يا ربي ما بلا ما زد وكلماتي خلص بلا من غاضيخ تي اغريابل بلن دو شغم جو تادور ما شغ فاطمة ما فاطمة انشانتي بروفونديمون de saveur, de bonté, de bonne humeur. Tu parais comme une fleur, quelle fraîcheur anime le cœur. À dire vrai, c'est toi qui m'attire la seule à me ravir. Tu es agréable et pleine de charme. Je t'adore, ma chère Fatma. الحداثة في الحب ديال هاد اللون الغنائي اولا كان من طرف الاب ديالي لحقاش سمعتو كيغني ملي كنت على السنين نعم كان اول كان القصيده اللي كنت سمعتو كيغنيها حنا كيكون كنقولوا المقطع الموسيقي اللي كنغنيو هي القصيده كنت سمعتها الاب ديالي هي قصيده التنميه اللي كتقول الحرب الجاريه هي ملك نسات امر خطابه بالتنميه الشباب نعم هي كانت اول قصيده اللي حفظتها ولحد الان مازال كنشدها في المناسبات الوطنيه صافي من تما بدا مساري الفني حتى التحقت بالمعهد الوطني وحاليا كنقرا في المعهد الوطني والمعهد البلدي عبد الاستاذ رشيد الحكيم هادي مسيره موفقه ان شاء الله اذا كاين حب وكاين ولع نعم وحتى العائله يعني كاين نعم العائله فنية. فنيه وبالتالي يعني ما كاينش مشكل كاين تشجيع من عند تبارك الله عليك فور مسار فني موفق ولكن بالموازاة مع الدراسة الله يعطيك الصحة هذا هو اللي بغيت نقول يعني كاع الفنانين تيخص باش فيكم حتى في المستوى لان الفنانين والمستقبل بطبيعة الحال الفنان اللي قال تماما تماما تبارك الله عليك مسيرة فنية موفقة اللهم امين